في الحقيقة احنا عندنا النهاردة يعني عدد كبير من الأخبار الإيجابية والمبهجة جدا لقطاع السياحة، منها على سبيل المثال اللي قلناها في المقدمة أن مدينة شرم الشيخ أفضل تم اختيارها أن هي أفضل مدينة آمنة على مستوى العالم. وإذا كان ده بيحصل في الداخل فخلينا نشوف الخارج بيحصل فيه إيه. في مهرجان اسمه اكتشف مصر، المهرجان ده هو واحد من أهم المهرجانات المصرية اللي بيتم تنظيمها في كندا وشمال أمريكا. المهرجان ده بيأتي ضمن فعاليات شهر الحضارة المصرية في كندا، مهرجان استثنائي حضروا أكثر من 25 ألف زائر من المصريين ومن جنسيات أخرى كانت مهتمة بطبيعة الحال باكتشاف التاريخ المصري العظيم على مدار العصور. على كل حال على فكرة الأجانب بشكل عام بيهتموا قوي بالمصريات أو الإيجيبتولوجي أو الحاجات دي كلها، بيبقوا عايزين يعرفوا تاريخ يعني تفاصيل. يمكن حتى أكتر مننا احنا عايزين يعرفوا تفاصيل التفاصيل عن الموضوع ده. خلونا احنا بقى نعرف تفاصيل التفاصيل عن هذا المهرجان من ضيفنا اللي موجود معنا عبر تطبيق الزوم، المهندس شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو بكندا. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك يا أستاذ شريف. صباح الخير يا بسنت، اهلا بيك. يعني اكتشف مصر، يعني كلمنا اكتر عن المهرجان ده، كواليسه ايه، ايه الرساله اللي وصلناها في اليوم الجامد قوي ده في كندا؟ طبعا بشكركم على المداخله ديت. احنا المهرجان نظمته الهيئه الكنديه للتراث المصري، هي اللي قائمه بتنظيم الفعاليات بتاعه شهر التراث والحضاره من سنه 2019 بعد ما البرلمان صدق على مشروع القانون 106 اللي قدمته كنائب في البرلمان، والحقيقه كان انجاز كبير لصالح الجاليه المصريه في كندا ولصالح مصر يعني والجاليه المصريه هنا. المهرجان كل سنه بنرتبه، السنه اللي فاتت كان الاكبر من نوعه، كان 62 ألف زائر. السنه دي عشان عملناه يوم واحد بس فجالنا حوالي 25 ل 28 ألف زائر. يعني استاذ شريف انا عايز اعرف الجدول الاعمال، يعني عملتوا ايه، عرفتوا ازاي للسياح؟ طبعا اكيد كان في جنسيات عربيه وكان في مصريين، وبالتاكيد ايضا كان في جنسيات اجنبيه، يعني قلت لهم ايه عن مصر بالظبط؟ ايه اللي حصل؟ تفاصيل الموضوع. تفاصيل الموضوع ان احنا كل سنه بنحاول ان احنا نعمل على كذا مسار منهم المسار الفني. طبعا بيبقى في فنانين من مصر، بنجيب نجوم من نجوم الغناء. جميل. وفرقه فولكلور بتيجي من ادمنتون، وفي العازفين في الارب كانديان اوركسترا اشتركت معانا السنه اللي فاتت. زائد مسار تاني هو مسار المتحف المصري، احنا عندنا هنا في مسيساغا متحف مصر فيه حوالي 250 ارتيفاكتس سيرتيفايد ارتيفاكتس، فاحنا بناخد منه بعض القطع نعرضها على هامش المهرجان، يعني عشان اللي يجي المهرجان يتفرج على بعض القطع المصريه ويتصور جنبها. طيب دور مجلس اداره الهيئه الكنديه للتراث المصري ايه في المهرجان ده؟ هي الهيئه هي المنوط بيها تنظيم فعاليات شهر التراث والحضاره المصريه كل سنه، والسنه دي تعتبر السنه السادسه على التوالي، وانا بهنيهم طبعا على جهودهم، لان الهيئه هي هيئه غير ربحيه غير هادفه للربح، بالعكس يعني معظم الاوقات الاعضاء هم اللي بيقوموا بالكونتريبيوشنز عشان نقدر نعمل فعاليات تليق بمستوى مصر وبمستوى الهيئه يعني. طب انا اللي فهمته ان حضراتكم عملتوا حفلات، يعني شايف من الصور ان في توت عنخ امون باين، يعني في شويه، لكن الـ خلينا نتكلم على ارض الواقع، هل في ناس حجزت تذاكر لمصر؟ هل في افواج سياحيه؟ هل في شركه سياحه نظمت؟ يعني اكتشف مصر هل اكتفينا فقط بالجانب ده ولا في جانب اخر لجلب السياح الكنديين الى داخل مصر؟ احنا بنحاول ان احنا نفسح المجال للقطاع الخاص ان هو بيدخل كسبونسرز وبيبقى لهم بوثز وبيتكلموا عن مصر وبيعرضوا لو عندهم برامج سياحيه او منتجات مصريه. طبعا الاكلات المصريه، يعني الميدان كان فيه جميع الاكلات من اول الفطير بالسجق لحد الحواوشي للزلابيا، يعني في كل حاجه كانت موجوده يعني.
طيب كلمني بقى يا استاذ شريف، باشمهندس شريف، عن السكند جينيريشن اللي عندكم في كندا، او الجيل الجديد من اولادكم الموجودين في كندا، هل هم كانوا مهتمين ان هم يحضروا؟ احنا شايفين يا حضرتك قلت انه في حاجه 20 ألف زائر من جنسيات مختلفه، لكن عايزه اتكلم عن الجيل بقى الثاني من المصريين اللي اتولدوا في كندا، هل هم كانوا مهتمين، حابين يعرفوا اكتر عن تاريخ بلدهم، عايزين يزوروا؟ ما هو ده جزء كبير من أهداف المهرجان، إن إحنا بنعرف بنأكد بن بن بنوطد الأواصر بتاعة الجيل الثاني مع الحضارة المصرية ومع الموسيقى المصرية ومع مصر، وبنحاول إن إحنا في البرنامج بنميكس يعني بعض الحاجات اللي هي ممكن تجتذب المستمع اللي هو السكند جينيريشن. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا فرقه فرانكو عرب من مونتريال بتغني عربي فرنش انجلش. السنه دي كان عندنا شير موفرز، طبعا لهم معجبين كتير قوي من الجيل التاني. يعني احنا الجيل بتاعنا بتاع محمد فؤاد ومصطفى عمر والناس دي الجيل التاني بتاع الحاجات الجديده. فاحنا بنحاول ان احنا نجتذبهم عن طريق ان احنا نجيب لهم الحاجات اللي هم بيتابعوها. وفي راب مصري جديد دلوقتي او التراب كمان، اعتقد الجيل الجديد هيبقى يحب قوي يسمع النوع ده من الموسيقى، بما انه بيتوافق اكتر مع النوع الموسيقى اللي بيسمعوه عندهم بالانجليزي يعني. اكيد اكيد، واحنا بنحاول نراعي الكلام ده، واللي على فكره كل المتطوعين اللي اشتغلوا معانا في المهرجان كلهم من الشباب طلبه الجامعات وخريجين الحديث التخرج، وكل المهرجان ده معمول يعني قائم بالفولنتيرز، والمهرجان مفتوح يعني توتالي فري اوف تشارج، يعني اي حد يقدر يوك ان يدخل عشان نتيح مساحه لاكبر عدد ممكن من الناس يخش. هي مجانا. طيب في حاجه طب حضرتك يا باشمهندس، حضرتك طب اتفضل الرجاء الاول، اتفضل. لا اتفضل حضرتك وبعدين انا هقول الرجاء بتاعي. حضرتك عضو برلمان اونتاريو كندا، بمعنى اخر نقدر نعمل ايه تاني؟ يعني احنا ممكن نراهن على حضرتك ازاي علشان طيب. يعني حضرتك قلت ان عندنا فرصه حضرتك عايز اقول لحضرتك ان انا نائب وزير الجنسيه وتعدد الحضارات في اونتاريو. عظيم. فانا جزء من شغلي ان انا بشتغل مع كل الجاليات، الجاليه الهنديه، الجاليه الباكستانيه، الاوكرانيه، البولش. يعني انا بشجع الناس لما يخشوا يتفرجوا عندي على الفيسبوك، لان انا اونتاريو حكومه اونتاريو بتشجع الموزايك. يعني احنا بنستمتع ان احنا نحضر مع البولنديين ومع الاوكرانيين ومع الهنود ومع الباكستانيين ومع المصريين طبعا. فاحنا يعني كل اللي احنا عملناه ان احنا حاولنا نحتل جزء بتاعنا كجاليه مصريه عريقه ولها تراث وحضاره مميزه. حضرتك لسه قايل حاجه مهمه جدا، حضرتك بتتعامل طول الوقت مع جنسيات مختلفه، مع البولنديين، الهنود، الباكستانيين، فاكيد قمت بدعوه هؤلاء الجنسيات للمهرجان، لقيت ردود الافعال بقى عامله ازاي؟ من خليني اتكلم على جنسيات زي الهنود والباكستانيين، دايما كمان هم عندهم تاريخ وثقافه مختلفه، لقيت بقى ردود الافعال ازاي على ثقافتنا المصريه؟ حضور منقطع النظير، وبعدين المتحف وجود في الاعلانات بتاعنا ان في متحف جاب ناس كتير جدا، حتى اللي مش مهتمين قوي بالمزيكا المصريه مثلا او الارت المصري او الفن المصري مهتمين بالحضاره الفرعونيه. فطبعا جت اعداد كبيره، يعني 25,000 دول فيهم كل الجنسيات. 25,000 في يوم واحد حضرتك قلت؟ يوم واحد. يوم واحد بس. وكان المهرجان قبل كده بيتعمل اكتر من يوم، ايه العائق اللي خلاه يتعمل يوم واحد بس المره دي؟ الحقيقه السنه دي في مرور 50 سنه على انشاء مدينه مسيساغا، فحجزوا جولاي كله، الميدان اللي احنا بناخده حجزوه كله للاحتفالات الخاصه بالسيتي، فاضطروا يبعدونا شويه، دخلونا في الشهر ده وما ادوناش يومين زي كل سنه. تمام. طب وبتراهن على ايه السنه الجاي؟ يعني بتراهن على ايه الايفنتات اللي جايه؟ هتعمل ايه؟ ناوي تعمل ايه؟ ممكن تطلب ايه كمان كتسهيلات من السفاره المصريه او الحكومه المصريه؟ احنا كل طلبنا من الحكومه المصريه، بلاش الحكومه، يعني احنا مش كل حاجه تبص للحكومه، احنا بنطلب من الفنانين، بندعو كل الفنانين، لان طبعا دي منظمه غير هادفه للربح. صحيح. والايفنت من غير تذاكر
وبالتالي ملوش ريفينيوز يعني. فاحنا بنعمل مجهود كبير جدا كل سنه عشان نقدر نمول ان احنا نجيب الفنانين المصريين. فاحنا بنطلب من كل الفنانين المصريين اللي عندهم استعداد انهم يساعدونا ويعرضوا فنهم ويكونوا ممثلين لمصر هنا في كندا، ان هم يتواصلوا معانا علشان يكونوا ضيوفنا. شركات السياحه، الطيران الشارتر ممكن تستفيد بيه ان هو يجيب رحلات لمصر، ازاي ممكن يحصل ده؟ اكيد. نشكرك طبعا باشمهندس شريف السبعاوي، عضو برلمان اونتاريو كندا، وبنتمنى اكيد ان المهرجان ده يستمر فعالياته في السنين القادمه، زي ما باشمهندس قال انه يوم واحد بس حضروا اكتر من 25,000 زائر، فلما بيبقى على يومين بيحضروا اكتر من 60,000 زائر، بتبقى طبعا اعداد كبيره جدا ان هم يجوا يتعرفوا على الحضاره المصريه، ومنها نقدر ان احنا نكتسب نوع جديد من السائح الكندي اللي هو اصلا بعيد جدا، فيقدر يجي لنا ويزورنا. موضوع مهم جدا، واتمنى ان هو يتحقق كمان في لندن وفي باريس وفي فرانكفورت وفي كل العواصم الغربيه، ان احنا نجلب السياحه بحيث ان احنا نعمل المهرجان ده.